وده بيتكون من اربع نقاط اساسية: مفهوم التكنولوجيا وازاي نديرها، عناصر ادارة تكنولوجيا الانتاج، الفرق بين التوجه التكنولوجي والتوجه التسويقي. بعد كده هنتكلم عن دورة حياة المنتج التكنولوجي. تعالوا نشوف مفهوم التكنولوجيا. كلمة تكنولوجيا مقسومة جزئين: تكنو ولوجيا. تكنو أساليب، لوجيا علم. يبقى التكنولوجيا هي علم الأساليب، يبقى الأسلوب اللي احنا بنستخدمه أو الطريقة اللي احنا بنستخدمها تكنولوجيا، وبالتالي التكنولوجيا ما هياش هدف لأنها وسيلة لتحقيق هذا الهدف. واستخدام التكنولوجيا بيحتاج إلى إدارة معينة، فمطلوب مننا إن احنا كيف ندير التكنولوجيا. طب تعالوا نشوف. بندير التكنولوجيا على أساس أسس معينة. أول حاجة بنحدد الاحتياجات التكنولوجية أقصد، في ضوء رغبات العملاء وتوجهات المنظمة. يعني إيه؟ يعني إحنا بنبقى دارسين احتياجات العملاء بتوعنا، والمنظمة ليها أهداف معينة سواء زيادة الربح أو رضا العملاء أو إلى آخره. وبالتالي طب إحنا محتاجين إيه؟ نوع تكنولوجي، أساليب تكنولوجية معينة نستخدمها في إنتاج منتج سواء كان سلعة أو خدمة يرغبه العميل. يبقى أول حاجة بنحدد هذه الاحتياجات التكنولوجية، في نوع معدات، في نوع أسلوب إنتاجي إلى آخره. الحاجة الثانية بنبدأ نعمل حصر للتكنولوجيا اللي عندنا أو اللي نقدر نحصل عليها في مدة زمنية معينة. بعد كده بنشوف التطبيقات الفعلية ودرجة استيعاب التكنولوجيا من قبل العاملين. احنا التكنولوجيا اللي عندنا بنستخدمها ولا ما بنستخدمهاش؟ التكنولوجيا اللي عندنا متوافقة مع مهارات وقدرات العاملين اللي عندنا ومستوعبينها ولا لا؟ كل ده محتاج اجابات. من خلال الاجابة على كل التساؤلات اللي قبل كده بنبدأ نحدد الفجوة التكنولوجية ما بين احتياجاتنا وما بين اللي موجود فعلا. بعد كده بندرس التكلفة والعائد، بمعنى التكنولوجيا الجديدة اللي احنا هنقتنيها دي اللي هتسد او هتؤثر في تحقيق الاهداف بتاعة المنظمة، تكلفتها كام وهتجيب لنا ايه؟ احنا لسه قايلين من شوية ان التكنولوجيا في حد ذاتها ما هياش هدف، وانما ايه؟ وسيلة عشان نقدر نحدد بيها الهدف اللي احنا عايزينه. فلازم يكون العائد من التكنولوجيا او الاسلوب اللي احنا نستخدمه اكبر من التكلفة بتاعة شراء او الحصول على هذه التكنولوجيا. بعد كده نبدأ نشكل الباكج بتاع التكنولوجيا او الحزمة التكنولوجية اللي احنا عايزينها، سواء بقى في صورة ادوات، في صورة معدات، في صورة اساليب انتاج الى اخره. ثم نتابع التطور التكنولوجي لان هو ده اللي بيديني تطور في الاساليب الانتاجية بتاعتي، وبالتالي تطور المنتج بتاعي عشان يتلائم مع رغبات العملاء. النقطة اللي بعد كده عناصر ادارة تكنولوجيا الانتاج. وزي ما حضراتكم شايفين احنا عندنا اربع عناصر اساسية: نوع التكنولوجيا بتاعت الانتاج، الاثر التنافسي لهذه التكنولوجيا، تطوير التكنولوجيا، تقييم واختيار التكنولوجيا المناسبة. يبقى الاول بنحدد نوع التكنولوجيا، يعني نوع الاسلوب اللي احنا هنستخدمه. ثم هذا الاسلوب اللي احنا هنستخدمه ده كان عنصر تاني، بيأثر في قدرة المنظمة ولا لا؟ ثم التكنولوجيا اللي موجودة عندنا نقدر نطورها ولا لا؟
بعد كده بنقيم الكلام ده كله ونحدد نوع التكنولوجيا اللي احنا عايزينها. تعالوا نشوف العنصر الاولاني مقصود بيه ايه. تحديد نوع تكنولوجيا الانتاج. احنا عندنا ثلاث انواع من التكنولوجيا، يا اما تكون تكنولوجيا يدوية، يا اما ميكانيكية، يا اما اوتوميشن او اوتوماتيكية. يدوية يعني بنعتمد على العنصر البشري، وبالتالي بيبقى عندنا فرصة ان احنا نعمل اشكال كبيرة او كتيرة، تمام، يبقى في تنوع، في مرونة اعلى بالنسبة لتشكيلة المنتج لان ده معتمد على حرفية الصنايعي زي ما بنقول، بس كميات الانتاج بتبقى قليلة وكمان تكلفة الانتاج بتبقى عالية. يعني شوف مثلا السجاد اليدوي ثمنه قد ايه، والسجاد اللي معمول آلي ثمنه ايه. كل ما كانت الحاجة هاند ميد كل ما كانت تكلفتها عالية وبالتالي سعرها بيبقى عالي. لما بنتحول من التكنولوجيا اليدوية الى التكنولوجيا الميكانيكية يعني بنستخدم آلات، يعني بدل ما بنعتمد كلية على العنصر البشري بنبدأ نستخدم الآلات في عملية الإنتاج، سواء كانت آلات متخصصة او آلات غير متخصصة، وبالتالي بنقدر ان احنا نطلع انتاج نمطي يعني بمواصفات موحدة، او انتاج متنوع حسب استنباط معينة، ودي بتبقى في الآلات غير المتخصصة. النوع الثالث الاوتوميشن، بنتحول الى الاوتوماتيكية، يعني الاعتماد على الحاسب الآلي والنظم الاوتوماتية والروبوت الصناعي في عملية الانتاج، ومن هنا بيديني سرعة اكبر، بيديني جودة افضل، بيديني انتاج ضخم او الماس برودكشن. دول الثلاث انواع الاساسية لتكنولوجيا الانتاج. يبقى ده العنصر الاول في ادارة تكنولوجيا الانتاج. العنصر الثاني الاثر التنافسي لتكنولوجيا الانتاج، بمعنى ان احنا عايزين نعرف هل التكنولوجيا اللي احنا هنجيبها دي هتأثر على قيمة المنظمة وعلى القدرة التنافسية بتاعتها ولا لأ، وده بيتحدد من خلال مجموعة من التساؤلات. التساؤل الأول، باقتنائنا للتكنولوجيا الجديدة هل المنظمة هتتميز عن المنافسين بتوعها؟ هتدينا وضع أفضل؟ التساؤل الثاني، احنا هنستفيد ايه كمنظمة من التكنولوجيا الجديدة؟ هنكسب أكتر؟ هنحقق رضا العميل؟ هنصيب السوق بتاعنا هيتأثر وهيكبر؟ هندعم المركز التنافسي بتاعنا؟ التساؤل اللي بعد كده، هل تتوفر العناصر اللازمة لتطبيق التكنولوجيا من حيث الموارد المالية والبشرية وكذلك الإطار التنظيمي المناسب؟ يعني ايه؟ يعني التكنولوجيا اللي احنا هنجيبها دي عندنا العمال اللي هتشغلها؟ التكنولوجيا اللي احنا هنجيبها دي عندنا فلوس نجيب بيها؟ التكنولوجيا اللي احنا هنجيبها دي هتتوافق مع الهيكل التنظيمي بتاعنا ولا لا؟ نيجي بعد كده للعنصر التاني، تطوير تكنولوجيا الانتاج. وده المقصود بيه ان احنا ننتقل من وضع معين الى وضع اخر المفروض افضل، وده بيسمى بنقل التكنولوجيا او التحويل التكنولوجي. يبقى اذا احنا بنطور التكنولوجيا بتاعتنا عن طريق ان احنا بننتقل من اساليب تكنولوجية معينة، يعني الانتقال مثلا من الاسلوب اليدوي الى الاسلوب الالي، او من الاسلوب الالي الى الاسلوب الاوتوماتيكي، تمام. فاحنا هنا بنسأل سؤال، هل المناخ والبيئة بتاعة المنظمة مناسبة لهذا الانتقال؟ زي ما قلنا في السلايد اللي فات، عندنا فلوس، العمالة متوافقة مع هذا الاسلوب ولا لا؟ العنصر الرابع، تقييم بقى واختيار التكنولوجيا بتاعة الانتاج المناسبة بناء على العناصر اللي احنا لسه قايلينها حالا. في عوامل كتير بتأثر في قرار الاختيار، اولها الوضع الحالي للتكنولوجيا المستخدمة، بمعنى هل التكنولوجيا الحالية اللي احنا بنستخدمها جيدة ام غير جيدة؟ محتاجة تطوير ولا مش محتاجة تطوير؟
متوافقة مع رغبات العملاء والمنتج اللي بنديهولهم ولا لأ؟ التكنولوجيا اللي هتيجي هتتوافق معاها ولا مش هتتوافق معاها؟ الحاجة التانية، المنافع والمخاطر المصاحبة للتكنولوجيا. التكنولوجيا اللي احنا هنجيبها دي ليها آثار بيئية سلبية تتعارض مع مفاهيم معينة ولوائح معينة قانونية. الحاجة اللي بعد كده، الطاقة الإنتاجية المتاحة وحجم السوق. يعني التكنولوجيا اللي هنجيبها دي هتديني كمية إنتاج أكتر، تمام؟ هل السوق يستوعب ده ولا لأ؟ الحاجة اللي بعد كده، المناخ التنظيمي بتاع المنظمة وطبيعة الأداء والسياسات اللي احنا بنتبعها، تمام؟ متفقة مع التكنولوجيا الجديدة ولا لأ؟ يبقى إذا بتتمثل التكنولوجيا المناسبة في النوع اللي بيتوافق مع الاستراتيجيات بتاعة المنظمة وطبيعة المنتج اللي احنا بننتجه وكذلك الموارد المالية والبشرية اللي موجودة في المنظمة. نيجي لنقطة أخرى مهمة جدا، وهو الفرق بين التوجه التسويقي والتوجه التكنولوجي. يعني بنعتمد على إيه في زيادة النصيب السوقي بتاعنا؟ بنعتمد على الرفعة التسويقية ولا الرفعة التكنولوجية؟ طب تعالوا نشوف إيه الفرق. التوجه التسويقي معناه إن إحنا بنعتمد على السياسات التسويقية في زيادة المبيعات بتاعتنا أو زيادة النصيب السوقي. يبقى التوجه التسويقي ده عبارة عن مجموعة من الأنشطة اللي بنزود بيها المبيعات عن طريق التغيير في السياسات التسويقية، سواء كان في شكل المنتج، في سعره، في ترويجه، في توزيعه، وده اللي بيسمى بالرفعة التسويقية. يعني لو انتوا عارفين ان احنا بنعتمد على مزيج تسويقي، بس احنا هنسميه المزيج التسويقي التقليدي اللي هو ما يسمى بالفور بيز، اللي بيعتمد على اربع عناصر اساسية: البي الاولى البرودكت، والبي الثانية البرايس، والبي الثالثة البليس، والبي الرابعة البروموشن. يبقى احنا عندنا اربع حاجات اساسية في هذا المزيج: تغيير في شكل المنتج، تغيير في السعر، زيادة منافذ البيع او التغيير في الاماكن بحيث انها تبقى اماكن مناسبة للعميل، او الدعاية والاعلان اللي احنا بنعملها كترويج للمنتجات بتاعتنا. الفور بيز دول لو انا بنتج سلعة، لكن لو انا بنتج خدمة يبقى هنضيف ثلاثة بيز تاني. مين اللي بيقدم الخدمة؟ الخدمة بتقدم عن طريق سلع معينة. طب ايه الخطوات او الاجراءات اللي انا لازم اقوم بيها عشان اقدم الخدمة؟ يبقى احنا ضفنا الافراد اللي هم البيبول، ادي بي، وضفنا مجموعة من السلع اللي بنقدم بيها الخدمة اللي هي الحاجات المادية اللي بنقدم بيها الخدمة، عشان كده قلنا الفيزيكال، ودي البي التانية. زي مثلا الخدمة الصحية بتقدم عن طريق أجهزة، أجهزة إشعة وأجهزة قياس وأجهزة كذا، بتقدم عن طريق أدوية، بتقدم عن طريق سرير تمام بينام عليه المريض، بيقدم عن طريق أغذية معينة بيتغذى عليها المريض. كل دي سلع. يبقى الخدمة الصحية مش هتتم إلا من خلال هذه السلع. خدمة تعليمية، خدمة تعليمية بنقعد على ديسك بناخد كتاب، كل دي برضك سلع عشان نقدم بيها الايه الخدمة. يبقى لازم نعرف ان مفيش خدمة بتقدم بدون سلع. اي خدمة في الدنيا هتقدم عن طريق سلع. حضرتك لما بتتنقل من مكان لمكان في خدمة النقل، بتركب اتوبيس، الاتوبيس ده سلعة، بتقعد على كرسي، الكرسي ده سلعة، تمام، بتاخد تذكرة، التذكرة دي سلع، وهكذا. ثم البروسيس او العمليات اللي بنقدم من خلالها الخدمة دي، يعني مجموعة الخطوات او الاجراءات اللازمة للحصول على الخدمة. كل ده بنسميه المزيج التسويقي التقليدي. دلوقتي انتقلنا الى مزيج تسويقي اخر بيعتمد على عناصر اخرى جديدة وسميناه الفور سي، يعني 4C بدل 4B. فبنعتمد على الكاستمر نيدز او احتياجات العملاء، بنعتمد على الكوست التكلفة، بنعتمد على الكونفينينس الملائمة للوقت والمكان والمواصفات الى اخره،
ثم الكوميونيكيشن التواصل ما بيننا وبين العميل. يبقى الكاستمر نيدز او احتياجات العملاء دي جت بدل ما نركز على البرودكت ركزنا على احتياجات العميل من البرودكت. بالنسبه للكوست يبقى احنا استبدلنا البرايس بالكوست، بدل ما نستخدم السعر استخدمنا التكلفه، لان التكلفه هي اللي بتتحكم في السعر. ثم البليس شيلناه وحطينا مكانه الكونفينينس، لان الملائمه مش للمكان فقط، للمكان والوقت والمواصفات والجوده الى اخره. ثم التواصل مع العميل مباشره عن طريق الكوميونيكيشن اللي هو الاتصال بالعميل مباشره، اللي هو بنسميه الاتصال الشخصي، تمام، بدل ما نعتمد على البروموشن الترويج والاعلانات الى اخره. فبقى عندنا الشكل اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي، غيرنا كل بي بي سي اخرى، كوست بدل برايس، كونفينينس بدل بليس، كوميونيكيشن بدل بروموشن، والكاستمر بدل البرودكت. دي عناصر المزيج التسويقي الجديد اللي بنعتمد عليها في عملية التسويق. كل ده يخص مفهوم التوجه التسويقي. تعالوا نشوف مفهوم التوجه التكنولوجي. يبقى اكيد طالما توجه تكنولوجي يبقى نستخدم الاساليب التكنولوجيه. بنستخدم الاساليب التكنولوجيه ليه؟ عشان نضيف مزايا تكنولوجيه جديده للمنتج بتاعنا، وبالتالي بنقدر ناثر على المبيعات بتاعته والنصيب السوقي بتاعه والقدره التنافسيه بتاعه المنظمه، وعشان كده بنسميها الرفعه التكنولوجيه. طيب تعالوا نخش اكتر تفصيلا في مفهوم التوجه التكنولوجي. أصبح التوجه التكنولوجي هو أساس لإضافة المزايا التكنولوجية الجديدة إلى المنتجات. تأثيره بقى أكبر من التوجه التسويقي اللي هو بيعتمد على المزيج التسويقي، سواء في تغيير في شكل المنتج أو تغيير في السعر أو تغيير في الخدمة أو تغيير في المنافع. وهندي أمثلة. زيروكس أول شركة عملت آلات التصوير، بس كانت آلات التصوير بتاعت زيروكس كبيرة. اول ما ظهرت انواع كانون اللي هي الصغيرة والسريعة، تمام، غطت على منتجات زيروكس، فاصبحت منتجات كانون هي المنتشرة اكتر في السوق لانها بتكنولوجيا احدث او بتكنولوجيا افضل. الكمبيوتر الشخصي وكروت الائتمان اللي هي دلوقتي اصبحت اساس لكل شخص فينا، لما عملوا بحث سوق أثبتت نتائج هذه البحوث بعدم نجاح الكمبيوتر الشخصي أو كروت الائتمان. الناس بتحب تشيل فلوس، الناس يعني إيه تشيل كمبيوتر في إيديها وتمشي. الوضع الآن شكله إيه؟ كل الناس عندها كمبيوترات شخصية، كل الناس بتعتمد على كروت الائتمان، بل ده ساعات القانون، تمام، دلوقتي بيمنع استخدام الفلوس ولازم نستخدم الكارت. أمواس الحلاقة زمان والشفرات التكنولوجية دلوقتي، تمام، التليفون الأرضي زمان والموبايل دلوقتي. بلاش كده، الموبايل نفسه أول ما نزل كان بدون كاميرا، اشتريته بقى بكاميرا، اشتريته تاني بقى بكاميرتين، اشتريته تالت. فأصبح دلوقتي إن أنت ما بتقتنيش المنتج الأساسي، تمام، طالما في أوبشن زيادة أو تكنولوجيا زيادة اضيفت على هذا المنتج فبتضطر ان انت تشتريه تاني. فاصبح السوق ما هو بالنسبه للشركات الصناعيه ما هواش الشخص او العميل او المستهلك اللي ما عندوش السلعه، لا، ده اللي عنده كمان نتيجه لاضافه هذه الميزه التكنولوجيه بيضطر ان هو يحصل عليه ويشتريه. فبقى السوق اوسع بالنسبه للصناع. يبقى اذا التوجه التكنولوجي اصبح الان هو نمبر 1 عن التوجه التسويقي. لكن في نفس الوقت سواء كان الأولوية للتوجه التكنولوجي، احنا لازم نعتمد بعد ذلك على التوجه التسويقي في تسويق هذه المنتجات. آخر نقطة عندنا الفرق بين دورة حياة المنتج العادي والمنتج التكنولوجي. تعالوا نفكركم بدورة حياة المنتج. احنا عندنا اربع
مراحل أساسية لدورة حياة أي منتج: مرحلة التقديم، مرحلة النمو، ثم مرحلة النضج أو التشبع، ثم مرحلة الانحدار أو التدهور في المبيعات. يبقى المبيعات بتقعد تزيد بمعدلات معينة نتيجة لهذه المراحل. المنتج التكنولوجي عنده 4 مراحل تقابل هذه المراحل. فمرحلة التقديم في المنتج العادي بنسميها مرحلة المنتج المتفرد في دورة حياة المنتج التكنولوجي، ومرحلة النمو بنسميها في المنتج التكنولوجي مرحلة المنتج العجيب. مرحلة النضج أو التشبع تقابلها مرحلة المنتج الممتاز. مرحلة الانحدار بنسميها مرحلة المنتج العادي. كل مرحلة من المراحل ديت، في مرحلة التقديم بتبقى المبيعات قليلة، تبدأ تزيد في مرحلة النمو اللي هو المنتج العجيب اللي الناس بتستغرب منه، وإيه يعني أول ما نزل موبايل نزل بيه أعداد قليلة، ثم زادت الأعداد ديت، ثم السوق اتشبع بالمنتج، بدأ يضيف مزايا تكنولوجية جديدة عشان ما يوصلش لمرحلة الانحدار أو إن هو يبقى منتج عادي. فبيفضل يضيف مزايا تكنولوجية جديدة عشان في كل مرة يبقى أنت عندك فرصة إن أنت تشتريه تاني، وبالتالي الشركة تستطيع تسويقه بالميزة التكنولوجية الجديدة. والسلايد اللي جاي بيشرح الكلام ده، اللي هو 4 مراحل الأساسية بتوع المنتج التكنولوجي.